يا مساء الفل والهنا. انتوا عارفين ان احنا حياتنا مليانة ناس متفردة جدا، ناس فريدة جدا، لكن احيانا التفرد ده ما ياخدش حقه في وقته. يعني انا مثلا فاكرة انه في فترة مثلا افلام الاربعينات والخمسينات، مش معناه اني كنت موجودة ساعتها، يعني انها كانت افلام الابيض واسود وكانت مليانه بمجموعات كبيره من الممثلين العظام جدا، لكن كانوا بيتعاملوا وقتها على ان عادي، ده العادي بتاعنا. يعني العظمه دي والتفرد ده ابتدى يبان قوي بعد التلفزيون لما نشا في مصر وابتدى يشتغل سنه 60. فابتدى يعرض افلام كانت الناس بتشوفها في السينما بس، يعني هو يا محظوظ انه شاف الفيلم ساعه نزوله او مثلا لما اتنقل من العاصمه للارياف او كده، يعني هي فرصه الفيلم كلها في العرض بتاع السينمات. لما التلفزيون اتعمل والناس ابتدت تشوف الافلام، فابتدى يظهر تقدير تاني لنفس الناس اللي عملوا افلام الاربعينات والخمسينات. يعني مثلا ابتدوا يدوقوا طعم السنس اوف هيومر او المرح عند عبد الفتاح القصري، ابتدوا يستطعموا ستيفان روستي، ابتدوا يشوفوا بدقة أكتر وقرب مثلا زكي رستم في أدواره، عدلي كاسب في أدواره، محمود المليجي في أدواره، يعني الناس اللي كانوا واخدينها بشكل عادي، لا هنا حصل فوكس. ثم ابتدى يبقى في فيديو، فابتدى الفوكس يزيد، لانه في الفتره دي بقى من الستينات لحد ما ظهر الفيديو، مش فاكره في أو قبل السبعينات ولا حاجه تقريبا كده، ابتدت تتذاع الافلام بقى فيديو، فبقى المواطن عنده شريط يحطه في المكنه ويشوفه كتير، فعنده القدره ان هو يعيد تكرار الفيلم. وبالتالي في الفترات دي اللي ابتدى يتعاد افيه مثلا، طب هروح اتحزم وارجع لك، ممكن الرقصه دي تقول له انما ترقص يا اخويا حد حايشك، نشنت يا فالح، الحاجات دي ابتدت بقى تخش الذاكره بالتكرار لان الناس قدرت تشوفها بشكل متواتر. بعدين هنا بقى اللي ابتدى يبقى عندنا القيم دي خدت وضع تاني بقى، انه زكي رستم يا نهار ابيض ده شوفوا عمل ايه لما اتحطت اعماله كلها ورا بعضها وابتدت تتشاف، محمود المليج، مريم منيب، عادل خيري مثلا في فرقه الريحاني ما كانش يعني مش كل الناس عارفاه، وهكذا. اسماعيل ياسين بقى يعني كان نار في الهشيم من اول السينما يعني كده. احنا برضو مع الوقت دايما بيبقى عندنا شخصيات متفرده جدا، قد ما ينبهاش الحظ في انه انها تتحط في الليسته الاولانيه، مع انها في الليسته الاولانيه. وفي وسط التنقيب على الناس الفريده دي اللي ما تلاقيلهاش كده يعني اشباه كتير في العالم، برضو واحد خاص جدا، يعني مش قادره، يعني غريب، هو تركيبة الحقيقة عجيبة جدا، لكنه ممثل خاص جدا وعنده أدوات مش لاعب بيها كلها، يعني لسه مش لاعب بيها كلها، واتشغل بقضايا أحيانا قد تكون عطلته شوية عن أنه يكون على الساحة على الساحة على الساحة طول الوقت. ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأنه إحنا لسه عندنا الفرصة أننا نعيد اكتشاف الناس دي ونلحق نعمل بيها اللي احنا فرطنا فيه الاول، من انه انت عندك الطاقة دي عايزين نبص لها بعين تانية، وعايزين نعرف ان هي عندها امكانيات، وعايزين نستغلها في الاعمال اللي جاية علشان الطاقة دي احنا مش بصين لها صح، ويمكن هي كمان يعني مش شاطرة كانت في انها تسوق نفسها، يمكن الكلام ده ما يوافقش عليه ضيفي اللي جاي، والله اعلم هيعمل فيا ايه، لانه قليط قوي ويعني بيعاملني من طراريف مناخيره، ويا رب يستحملني بقيه الفقره، وغالبا هيبقى قاعد حاطط رجل على رجله وايده في جيبه، عايش عامل مناظر غريبه جدا، لكن انا بموت فيه، ولما هتشوفوه دلوقتي هتعرفوا انا بموت فيه ليه.
زمان قالوا اللي يدرس فلسفة هيتعقد، فما بالك باللي يدرس فلسفة وتمثيل مع بعض. محي الدين محمد إسماعيل خريج الأداب قسم الفلسفة، لما درس التمثيل قدر يمسك الشخصيات اللي محتاجة حد يكون فاهم إن المعقد نفسياً مش معناها أبداً إنه عبيط، وإن الشخصية المركبة مش بالضروري أبداً يعني تشد في شعرها. محي نور في الحتة دي أكتر من أي حد تاني. أدواره مع إنها صغيرة قصيرة بس منورة. اطلع السلم ازاي؟ اطلع بسرعة. وعايشة لأنه قدم بفهم وبوعي، والأهم كمان إنه قدمها بحب. خد دي روح باركنا، روح روح. بيقول لي اثبت، اكيد اللي جنبه ثبت. ما تدعيش اذا كنت حاطط ايدي في جيبي. لا مش مولود، يبدو ان انا مولود كده. حاولت كتير اشيلها، صدقيني ببقى محتاج عيل صغير كده يشيلها لي. قصدتي شايفاني ان انا قليط؟ انا مش قليط ولا لا ابدا خالص، لا ولا قاعد كارفني ولا اي حاجه في الدنيا عمري. طب لما اعمل كده دي تضايقك في ايه؟ في ايه انك بتعمل كده؟ امال بقى الطلاينه يقولوا ايه؟ ليه بقى ما الطلاينه مالهم؟ انت عارفه ان انا بداية حياتي في السينما كانت مع الطلاينة. في كتير في كتير معرفة. بقى صحبية بقى من أول القعدة. طب أنا هقول لحضرتك، أنا يمكن جايب حتة كده من الفيلم، أكيد أرجو إنكم تعرضوه عشان أوثق لك كلامي. من فضلك يا محمد اعرض الحتة دي عشان هيوثق لي كلامي. بالظبط، فيلم اسمه الدورية. كان من حوالي 45 سنة. يا نهار اسود. جه مخرج اسمه. جاي تفضحنا يا عم. معلش. العذاب امرأة. فجي مخرج طلياني اسمه روبرتو مونتيرو، جه المسرح القومي بص كده قال هو ده. فقلت له انا اسمي محي اسماعيل. قال لي وانت؟ قال لي روبرتو مونتيرو. كويس. انت قلت لروبرتو وانت كده؟ طبعا. مطلوب مني. قال لي تيجي فندق عمر الخيام اللي هو ماريوت حاليا، رحنا. فانا عايز اعمل بقى نجم كبير، انا ايماكم مرسى محدش عرفني. فقعد بقى لطف شديده جدا، فواحد قال لي ايه؟ اتقالت عشان يحسوا انك نجم كبير. فبقى يخش المخرج يقول بونجورنو، قال له بونجورنو، كومستاي كومستاي، بيني بيني، مولتو مولتو. ده المخرج. كده. ده المخرج ده. كويس. فانا عايز ابان كبير. ففي نفس الوقت انا ساكن فين؟ في شبرا، في الدور السابع جنب السينما شبرا بارز. لو شاف المكان اللي انا عايش فيه اقسم بالله لا يشيلني من الفيلم. فالمهم بيقول لي اني بعت لك العربيه فين؟ قلت له في شارع الترعه البولعيه هناك في اول الشارع. لو جه قرب هيشوف عندي كلب جربان ابن كلب. ماشي في الشارع طول الليل مش لاقي اكل. في الوقت ده انا معيش فلوس، وعامل ابونيه في مطعم كده بيجيبوا لي حله اقعد اكل فيها. المهم بتجيبوا لك حله عشان ابونيه يعني، فقعد على جنب. لا حله، عامل ابونيه اياميه انا كنت ببدا حياتي يعني. فالمهم قال له هتمضي عقد ب 40 جنيه. 40 جنيه؟ انا؟ ب 40 جنيه؟ 40 جنيه ده مبلغ. رحنا داخل بقى وحاجات زي كده. ف بونجورنو بونجورنو كومستاي كومستاي. ففي ازاركو رافائيلو رينا كانت نجوم عالميين بقى، اصحابي حبايبي بقى. بس فجيب في يوم من الايام المخرج بقول له وانا هفضل كل يوم اجي فندق عمر الخيام؟ قال لا كل يوم هتفضل تيجي، انت تصويرك 14 يوم وعامل ضابط انتحاري وشخصيه مهمه جدا واسمك اوبريانو. طب الحمد لله اسمه اوبريانو. فقلت له انت ايه؟ اتقالت اكتر. مين اللي بيوز لا بقى. حاجه جوايا، انت عايز ابان كبير، انا كومبارس طبعا. تمام. ما اعرفش حاجه. ففجاه داخل كده، ففجاه المخرج بيقول الله صورت 8 ايام 9 10 الشعر كان كتير جدا، ورحت حلقه مره واحده وداخل ايه اقرع من غير ما تقول للمخرج خالص. ولا المساعد ما قلتلوش لا، ما انا ما اعرفش حاجه في السينما. ففجاه بقول له ويزو رير، قلت له ايه؟ فين شعرك؟ قلت له حلقته. قال لي ايه؟ قلت له زهقت بقى. قال لي ده انت بقيت اقرع، انت امبارح ايدك على الاكره مع ايزاركو رافائيلو وقلنا نكمل بقى بكره، انت لسه ايدك على الاكره، تيجي تاني يوم نفتح الباب الاقيك اقرع؟ ايه ده؟ انت ايه؟ انت مش عارف السينما ولا ايه؟ قلت له لا ازاي، انا محي اسماعيل. قال لي ده انت كومبارس، ما انتش عارف يعني ايه راكور. قلت له هو ده الراكور؟ قال لي هو ده الراكور. هو فاضل له كام؟ 20 جنيه اخصمهم. ليه ده حلو ابن كلب ده؟ عندي كلب سلوقي مش لاقي ياكل. طب ليه ال 20 جنيه؟ هيتشالوا؟ ما ده جاي عشانهم، ما يهمنيش بقى التمثيل في الوقت ده، انا جاي عشان ال 40.
بس وكان 40 يوم في حياتي. يا نهار وما خدتش ال 20 جنيه الثانيه ولا الاولانيه؟ الثانيه. الثانيه اه وساب لي جواب بقى وحاجات زي كده، انت ممثل كويس وكان في حلم كبير والحمد لله انت ضيعت. من يوميها اطلينا ما بيجوش مصر. انت اللي قطعت رجلهم؟ لا حاولت اعرف ليه ما بيجوش. ما بيعملوش افلام ليه؟ قال لك بسبب الاخ ده اللي مش عارف الركور. لقرع عديم الركور ده. دي بدايتي في السينما الايطاليه وكانت نهايتي. البدايه النهايه. دخلت خرجت جاري بالباب التاني. نفسي حد يشيل ايدي يا جماعه، شوفوا له حد يشيل ايده. انا ربنا ما بهرج، انا بحط ايدي في جيبي ما بقدرش اشيلها. ليه يا عم؟ مش عارف. اللي حطها العضله اللي حطيتها في جيبك تشيلها، ايه المشكله؟ اهي. طب ايه الفرق؟ لازم كده يعني كده تتعمل عليا بتاع؟ لو انت عارف انا بحبك جدا. I'll help you up. No, I can't make it. Take it easy, O'Brien. You'll be all right. Put him in the jeep. Go get the stretcher. Captain Clay. Captain, I can't stand it anymore. Do something for me. Yes, O'Brien, we'll see. I did it once. I can take the bullet out. Are you sure of it, Marwell? It's up to you, O'Brien. Yes. How do you feel, O'Brien? Ready, Captain. Ready. I'm glad to hear it. We'll be needing you. ده احنا عشرة خرابي. انت فاكرة حضرتك كنت اشتغلتي؟ كنا اشتغلنا. كنت اشتغلت هتقول انت. حضرتك احنا اشتغلنا مع بعض. حضرتي ايه؟ ما لا احنا اشتغلنا مع بعض في مسرحيات مولير. ايوه مهرجان مولير. دي مناظر تعمل مولير بالذمة. ده فعلا بالظبط. والحمد لله المسرحيات دي ما زعتش. بس يظهر من حظنا الحمد لله عشان ما نتفضحش بضيحه يني. طبعا انت كنت عامل البخيل. انا كنت عامل ابن ارباجون، ابن عبان مريم البخيله. طب والنبي برافو عليك انك فاكر اسامي اصلا. ورغم ان يعني المسرحيات كلها برضو البخيل وما قبضتش حاجه. ولا احنا صحيح احنا ما ده انا كنت عامله. انا كنت عامله ايه انا وبكر عزت الله يرحمه؟ كنت عامله مريض رغم انفه. ايوه مريض ولا طبيب؟ طبيب رغم انفه. طبيب مش كده؟ انفه. ملك يابا. انفه. طيب. شفت المكير جايب فرشه كده وبيعمل لي هو مالك من مناخيري؟ انت مالك؟ لا انت قلت له امشي مش عايز حاجه. ليه؟ ايه اللي ضايقك؟ اصل السباك راح فرح. حلف ما حد ينقط. ده وقته. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله. استغفر الله العظيم. طب والله العظيم قالوا لي مفيش داعي تقول الحاجات دي. لان هي اكيد هتستقبلها بطريقه بايخه. لا مش بايخه يعني صدمت. عارف انت في افيهات تجيب واحد طلع على كوبري الليمون لقى معصور تاني. لا لا محي. انا هقوم امشي. لا خلاص اقعد خلاص. بس يعني خليني وما تقولش. عيب عيب عشان الناس شايفانا. والله العظيم ما اعرف انا رسمك وقاعده اقول نجم الكوميديا والبتاع. ايدي رجعت تاني. تاني. على فكره بمناسبه اكتوبر في يوم ما رمسيس نجيب اللي هو الشيخ المنتجين طبعا. في السينما كنت ايامها بعمل اخوه الاعداء في سينما راديو. في سينما تاني قال لي هتعمل معانا دور عساف يا جوري. قلت له استحاله. هعمل دور يهودي؟ الله هتعمل دور يهودي. هفوت عليك. الساكن فين؟ قلت له في الانتخانه في بنسيون. كنت عزلت بقى. بنسيون حقير كده. شبرا بقى. بنسيون حقير كده في شارع الانتخانه. قال لي طيب هفوت عليك بالعربيه. انا جالي زهور رمسيس نجيب هيفوت علي انا؟ مين يعرف؟ ولقيت هذا الرجل العظيم فايت عليا وقال لي يلا بينا طالعين على السويس. قلت له السويس ايه؟ انا ما فطرتش. قال لي هنفطر في السكه. ولقيته ماسك القميص اللي انا هلبسه والنجوم اللي محطوطه وشغال فيها. المهم وصلنا ايه؟ السويس هناك. قلت له بس انا استاذ رمسيس مش عايز اعمل عساف يا جوري. قال لي قلت له ده يهودي والناس ممكن تكرهني. المهم قال لي هتعمله. المهم عملناه وراح السينما بقى اتفرج. قاعد بقى من القلاطه برضه اسماعيلي. فقاعد نايل على عيني كده وفجاه قلت له بس افتحوا لي الباب عشان اي حاجه انط منه. فجه الراجل مدير دار العرض قال لي خلي بالك المشهد بتاعك اللي هيجي مرعب وانت بتقتل المصريين. قلت له ما انا كنت خايف من ده ليه في ايه؟ قال لي ممكن نشتمك تهينك اي حاجه. المهم سمعت كوره شتيمه رهيب جدا.
الباب فين؟ قال له نطيت منه وجريت أول القرآن. قال لي قبل العرض ما يخرج ما يخلص بتلت ساعة هفتح لك الباب في صمت والنضارة اللي انت حضرتها على عينيك زي القطة كده الكلب سلوك اللي كان عندك بتاع الشبرة وتخش على طول جاري زحف أي طريقة يلا. وخدتها جاري افضل اجري اجري لحد سينما راديو راديو بيعرض فيها الاخوه الاعداء بس وهنا تتحيى اللي خليك تتطرف وتروح هناك بتتطرف ليه ما انت هنا. فكان حسام الله يرحمه يقول لي ايه اللي وداك هناك انت يهودي هناك يقتلوك انت هنا غلبان خليك هنا ماشي خلينا هنا. فهو ساعات الواحد يسخن ينسى نفسه بس شايف على رخبايب شايف على رخبايب شايف على رخبايب